السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة معايا آخر إصدار من شركة أزارو اللي هو اسمه أزارو The Most Wanted. شركة أزارو نزلت 3 إصدارات. أول إصدار كان اسمه أزارو Wanted، بعد كده واحد اسمه Tonic، واحد اسمه أزارو Wanted by Night. ده اللي معايا، ده الأخير. بس يعني قبل ما أخش في تفاصيل على العطر، كنت عايز بس أوصل معلومة إن شركات العطور وخصوصا شركات الديزاينر بتتبع نظام كده مختلف. يعني لما بتعمل لاين للعطور او مجموعه عطور، لازم العطور بتاعتها لو هتنزل 4 5 عطور، لازم العطور تناسب فصول السنه وتناسب يعني الاوقات. مثلا عطر هيكون مثلا فتره الصبح، عطر بالليل، عطر للمناسبات، عطر للحفلات. فبحيث ان انت لما بتيجي تشتري مثلا انت عاوز من اللاين ده معين، مثلا لازم تبقى عارف ان انت عاوز ايه. وما ينفعش الشركه تكرر العطر بحيث ان هو هيبقى اسمه ريدندنت. يعني ما ينفعش يكون عندك عطرين، واحد من نفس الشركه، من نفس اللاين، مثلا واحد شتوي وواحد شتوي من نفس اللاين. مش هيحقق نجاح للشركه، زي اللي عملته بالظبط الشركه مع شركه جون بوجوتيه. نزلت يعني اصدارات كتير، بس اللي هم الثلاثه المعروفين، اول اصدار اللي هو الكلاسيك، او الاصدار اللي هو اسمه الترا ميل، اكتر واحد على ما اظن مشهور دلوقتي، اللي هو يعني للشباب، للحفلات كده. بعد كده نزلت اخر اصدار اللي هو اسمه لمال بارفان، ده اللي هو عطر ناضج شويه. ونفس بالظبط الشركه اللي عملتها شركه فيزاتشا، دي مجموعه شركه فيزاتشا، دوت فيزاتشا ايروس، دوت يعني ممكن خريفي شويه، ممكن ربيعي، وده اسمه ايروس فليم، يعني عطر مثلا ممكن نقول لفصل الشتاء شويه، وده عطر مثلا ده عطر مثلا ممكن للصيف، او عطر للمكاتب، وده العطر لل عطر الصيفي 100%. هي الشركه عاوزاك لما تيجي تصرف فلوس وعاوز تشتري عطر، انت هتروح للشركه دي او لللاين ده، انت عارف هتشتري ايه. عاوزاك تشتري عطر صيفي وعطر شتوي وعطر خريفي وعطر ربيعي وعطر الحفلات، فهو ده يعني بيكون ربح للشركه. مش عاوزاك تروح عند شركات تانية، فهو نظام تسويقي يعني. فعشان كده الشركه وخصوصا شركه ازارو عشان تكمل المجموعه بتاعتها، فعملت اول واحد اللي هو الصيف، واحد للخريف، واحد للربيع، بس ما عملتش عطر سويت زياده عن اللزوم. هو مش هيكون مش جورمان، يعني العطر ده مش جورمان ولا حاجه، بس ما عملتش عطر سويت زياده عن اللزوم يناسب الشباب، اللي هو يكون عطر مثلا ايه ممكن تستخدمه في الديت، ممكن تستخدمه مثلا في الحفلات. فعشان تكمل اللاين بتاعتها، فعملت العطر الاخير اللي هو اسمه ازارو ذا موست وانتد. شكل الازازه يعني شكل الكرتونه هي عاديه جدا، ما فيهاش اي حاجه، يعني نفس شكل الشركه الكرتونه بتاعه عطور ازارو كلها. دي الازازه بتاعتها، الازازه بتاعتها مختلفه، كلها اسود. دي شكل الازازه، ما فيهاش اي يعني، كلهم واخدين نفس الديزاين. العطر ده بقى مختلف عن المجموعه الثانيه، زي ما قلت هم كانوا عاوزين يكملوا المجموعه. ممكن السنه الجايه او السنه اللي بعديها ممكن يعملوا عطر يكون مثلا في لمسه مثلا من العود، زي ما عملت فيزاتش، عملت عطر في لمسه في على ما اظن لمسه العود اللي هو الاجا وود. فعاوزين يكملوا مجموعه، فده مش هيكون اخر اصدار لشركه ازارو. ده الاصدار اللي هو ممكن شبابي شويه، ففي ناس هتقول ان هو يعني لما تشمه هتقول طب ما ده يعني قريب من عطور تانية. حتى لو كان قريب من عطور تانية، زي ما قلت هم عاوزين يكملوا المجموعه. العطر ده لما بتشمه، هم في 3 نوتات الشركة موضحة، في نقطة اللي هو الطوفي، ونقطة الحبهان، ونقطة اللي هو اللي اسمه العنبر، امبر وود اللي هو خشب العنبر على ما اظن يعني ترجمتها. العطر فيه اكتر من كده بكتير، يعني في نقطة مش مذكورة، مش هتلاقيها في حتة انا شميتها، نقطة اللي اسمها تشيسنات، الكاستانيا او حاجة مش فاكر اسمها ايه بالعربي، اسمها تشيسنات، هحط صورتها. دي مش موجودة في يعني في لما تقرا عن مكونات العطر، مش موجودة في اي مكان، بس النوتة دي ملحوظة جدا. الناس شبهت العطر ده في شبه من عطر Stronger With You. أنا معاك، لأن Stronger With You فيه نوتين، فيه نوتة الحبهان ونوتة اللي هو اللي اسمها تشيسنات، لما يختلطوا مع بعض اداك ايه احساس كده، او اداك الفايب ان هو في شبه بسيط ولو حتى بنسبة 10% منه من العطر ده. بس مش نسخ ليه ولا أي حاجة، بس بما ان التاني عطر شبابي وعطر مثلا ايه بتاع حفلات، مثلا لو عندك ديت سويت شويه، فهو خد مثلا ايه خد من هنا شويه، خد من هنا شويه، خد من هنا مثلا تشيسنات والحبهان خلطهم مع بعض، اداك مثلا ايه لمسه سترونجر وذ يو. خد هنا اللي هو نوته البابو جام اللي هي زي اللبان او الماستيكا، اللي موجوده في اكتر عطر
مشهور من جون بوكوتي اسمه الترا ميل، فيه نقطه البابو جام اللي هي اللبان او الماستيكه، فهي هتلاقيها هنا اول ما بترش العطر. فهو عاوز يعمل عطر شبيه، عطر شبابي، فخد من هنا شويه وخد من هنا شويه بحيث ان هو يناسب الاجواء ويكمل المجموعه بتاعته. لو سالت اي واحده بالنسبه مثلا للاطراءات هتقول لك والمجاملات ايه افضل واحد، افضل واحد في اللاين بتاع ازارو عجبها يعني، واكتر واحد هيجيب لك مجاملات، هتقول لك يعني على ما اظن يعني ممكن 90% واكتر شويه هيقول لك العطر ده افضل واحد في اللاين كله. ليه؟ لان هو سويت يعني، واخد الجانب السويت شويه. فالناس تقول لك ممكن الشباب تختلف معايا، يقول لك لا طب ما ازارو وانتد باي نايت عطر اعمق شويه. كون ان هو عطر عميق ده مش معناه ان هو هيعجب يعني النساء ممكن تروح او ممكن تحب العطور الديزاينر عن العطور النيش، لان عطور النيش بتبقى يعني عطور تقيله شويه عميقه شويه، فهم ناس سهلين بيحبوا العطور السهله اللي مش مكعبله يعني. فده افضل واحد من وجهه نظري ممكن يجيب لك تعليقات لو انت رايح ديت. الصراحه افضل واحد ممكن تستعمله، ممكن يناسب جميع فصول السنه لان هو سويت، بس مش سويت لدرجه اللي هو ممل يعني هيخنقك في فصل الصيف. ممكن تستعمله في مساء الصيف. الاوتومايزر بتاعه جميل جدا. بص انا اديته رشه واحده بس عشان حاجه، عشان اللي عجبني في العطر ده ان هو قوي جدا يعني. اول رشه، الرشه اللي انا رشيتها دي ممكن تملى الاوضه دي كلها، ممكن لمده ساعه. قوي جدا جدا جدا. فاول 45 دقيقه، اول 45 دقيقه مفيش حد مش هيشمه يعني. قوي من اقوى العطور اللي يعني ايه الديزاين اللي انا شميتها في اول 45 دقيقه، هيملى المكان كله. بس بعد 45 دقيقه هيبتدي يقل. هتاخد منه فوحان ساعه ونص مش اكتر، وممكن بعد الساعه ونص ممكن كل شويه ايه ريحه تطلع بس ايه بسيط يعني عليك، مع الحركه ممكن تشمها. بس اول يعني هو قوته في اول 45 دقيقه. الثبات انا خدت منه 8 ساعات يعني، 8 ساعات ممكن مش هقول 9، هو 8 ساعات كويس جدا يعني. فسعره ما كانش غالي، ما اعرفش بقى اما ينزل يعني البلاد مختلفه ما اعرفش هيكون السعر كام صراحه، بس هو سعره ما كانش غالي يعني. اول ما هتشمه هتقول ايه ده مفكرني ممكن سترونج فيديو ولا حاجه، ده في يعني في مقدمه يعني، او هتقول مثلا مفكرني بالترا ميل من جون بوكوتي. مفيش مشكله، هو هيفكرك بيهم زي ما قلت لان يعني فهمتك القصه ما فيها يعني. الشركه بس عاوزه ايه، عرفت ان هو ده اللي ماشي دلوقتي، فقال لي تحط شويه من هنا وشويه من هنا. بس نوته الطوفي اللي موجوده فيه نوته تحس ان هي طوفي دافي كده شويه، وتحس ان هي مستخبيه ورا، مش هي النوته الاساسيه اللي هي انت بتشمها يعني. بس هتحس ان هي مخلوطه مع الحبهان فمخليها مختلف. كون انت لما تشم العطر ده وتحس ان هو بيشبهك بعطور تانية، ده لو انت شميت عطور كتير. لو انت ما شميتش عطور كتير هتحس ان هو جديد، لكن لو انت شميت العطر ده وشميت العطر ده وشميت العطر ده هتحس ان هو العطر ده بيفكرني ما اعرفش بايه، والعطر ده ما اعرفش بيفكرني بايه يعني. فهي الفكره وما فيها، لو انت مناخيرك يعني انت بتدرب مناخيرك وشميت عطور كتير، فممكن العطور اغلبيتها هتشبهك بعطور تانية. لو انت جديد يعني على موضوع العطور، فالعطر الصراحه هيكون جديد عليك وتركيبته جديده جدا عليك. لو حد سالني لو انا معايا مثلا سترونجر وذ يو، او معايا مثلا الترا ميل، او معايا مثلا الاثنين التانيين من اللاين ده، في داعي ان انا اشتري العطر ده؟ هقول لك لانه مختلف تماما يعني عنهم، حتى لو فيهم نسبه مثلا تشابه بنسبه 10%، بس هو مختلف تماما عنهم يعني. انا بحبه يعني. فلو حد سالني لو خلص ممكن تشتري تاني، هقول لك اشتري تاني يعني. بس زي ما اقول لك، لو انت عندك عطور كتير مش هتلجأ له طول الوقت يعني، انت هتخصصه لمناسبات. فعشان كده ممكن يفضل عندك يعني فتره طويله، لان هو عطر مثلا مناسبات مش عطر يومي يعني. مثلا عندك مثلا ديت، مثلا رايح فرح، رايح مثلا اي مناسبه كده شويه يعني، مش مناسبه رسميه، بس لو رايح مناسبه مثلا زي فرح، عيد ميلاد، حفله مثلا، هيناسبك جدا يعني. انت حقيقي هتستعمل العطر ده في المناسبات، غير كده مش عطر يومي. جميل. انا من وجهه نظري الصراحه يعني هو عطر يستحق الاقتناء. بس كده يا رب يكون فيديو عجبكم، و لو في اي عطر تاني عاوزين نعمل عليه فيو يا ريت تبلغوني تحت في التعليقات، ونتقابل الحلقه الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.